مالك هروب منصور بن سيف بن علي بن سعيد المنصوري فتهانينا والناموس لمالك هروب. تتواصل اشواط الرموز القويه، شوط القعدان المفتوح يستعد للانطلاقه والخنجر وشوط المليون وزميل مطلق بن علي العنزي. شكرا محمد بن بريك المري. ايها الاخوه المتابعون المشاهدين الكرام في كل مكان، اسعد الله مساكم جميعا بكل خير، تحيه شحانيه رئيسيه في هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. الاشواط الرئيسيه، الاشواط المليونيه، الاشواط الناريه، اشواط رموز الحق دقائق لأبناء القبائل هنا في هذا المهرجان في جوهرة ميادين الخليج، ميدان الشحانية. على بركة الله انطلقنا واندفعنا بهذه المجموعة الكبيرة الرئيسية من الشعارات من أبناء الخليج، إخواننا من الإمارات، إخواننا من السعودية، من السلطنة، أحبابنا من الكويت، حاضرين مشاركين معنا في هذه الفرحة القطرية الخليجية. على بركة الله ننطلق، على بركة الله نندفع في شوط لا يقل أهمية عن شوطنا الماضي. خنجر ومع الخنجر مليون، خنجر ومع الخنجر مليون. يوه يا سلام، هذا هو الناموس وإلا فلا يا صالح، هذا هو الناموس. اليوم شوط الرئيسي بالشحانية وفي هذا المهرجان وفي هذا اللقاء الخليجي الكبير. بسم الله، على بركة الله، نخوض الأسماء، نتعرف، ننقب عن هؤلاء النجوم. الشعارات المنطلقة، المركز الأول، الشعار الشطرنجي ملفت بن برقان، على المركز الأول يبحث من الصباح، يبحث عن الناموس بن برقان. والله العظيم ما خلال شوط في الفترة الصباحية الا وشارك فيه يبحث عن تحقيق ناموس، لكن هذا هو الناموس يا بن برقان، الناموس الرئيسي. الخنجر بالمركز الاول ملفت، في المركز الاول مع بن برقان. المركز الثاني، المركز الثاني هنا نيشان، احد شعارات ضيوفنا واحبابنا من الامارات، من العاصمة ابوظبي، من الوثبة تحديدا، شعار مهير بن محمد بن مهير بن دري المنصوري. على المركز الثاني غير بالمركز الثالث الى المركز الثاني، شعار بوشهاب. على المركز الثاني وهذا هو المهيب، على المركز الثاني المهيب راشد بن محمد بن سالم ابو شهاب المري، بين قوسين المهيب. المركز الرابع، المركز الرابع هناك، المركز الرابع الرقم خمسة وهذا ذرب سعيد بن راشد الزعبي. المركز الخامس، المركز الخامس هنا ينطلق ويندفع بالمركز الخامس، هنا يتواجد شعار البريدي، شعار البريدي، شعار البريدي على المركز الخامس. ينطلق في هذه المسيرة الرئيسية في هذا الشوط الرئيسي، وهذا متعب، وهذا متعب. الخنجر، الخنجر ينتظر بطلا من ابطال هذا الشوط الرئيسي، بطلا وحيدا سيتوج بالخنجر الرئيسي. هناك سعادة عبد الله محمد الكواري ومبارك ايضا البادي سيسلمان هذا الخنجر الغالي، سيتوجان الفائز بالمركز الاول بهذا الخنجر الغالي. يلا يا بن برقان، الله يعينك يا بن برقان، مسؤولية كبيرة لهذا الشعار اليوم، الشعار الشطرنجي. هل سيفعلها بن برقان؟ الله اعلم، الله اعلم، ولكني ارى، ارى يا بن برقان اسماء هنا تخوف، ترعب، ترعب.
ترعب يا بن برقان. لكن الامور في المركز الاول مع ملفت بن برقان. المركز الثاني سعيد بن راشد الزعبي. المركز الثالث من الجانب الاخر ينطلق شعار بوشهاب. وصلت الشعارات وصلت الشعارات. الكوع الاخير المنعطف الاخير ولعت 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 ولعت. دخن الشوط الخنجر الخنجر يا اخواني الخنجر الخنجر يا ابو شهاب يا ابو شهاب. هنا الجانب الاخر جابر بن هادي بن سالم العذب المري مع شباب شبه شباب. المركز الثاني هنا شعار مبارك بن حسين بن راشد الجربوعي شعار المصرقع. وش اسمه هذا؟ المركز الثاني. المركز الاول شعار المصرقع شعار المصرقع. المركز الاول المفرح 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 روح بالخنجر المصرقع. المركز الثاني المركز الثاني معرب معرب صالح بن راشد دعبه. ولكن الخنجر الخنجر مع المصرقع المفرح المفرح راح بالخنجر راح بالخنجر. الله المصرقع اليوم فر الخنجر وخذال خنجر في شوط رئيسي. تهانينا الى المصرقع على هذا الفوز في الشوط الرئيسي الاول. وعاد هذا الشعار مجددا شعار المصرقع. تهانينا والناموس. المركز الثاني المركز الثاني معرب لصالح بن راشد بن صالح الدعب المري. المركز الثالث المركز الثالث وصل بالمركز الثالث شباب جابر بن هادي بن سالم العذب المري. رابعا المركز الرابع الواعي مهير بن محمد بن مهير بن دري المنصوري. المركز الخامس المركز الخامس اعتقد بان اعتقد بان شعار بن قناص. المركز الخامس عموما بنشوفه ان شاء الله بنشوفه. خلونا خلونا نهني المصرقع على المركز الاول. نعم العديد بالمركز الخامس احمد بالحزمي بن قناص العامري طبعا من واقع الشعار. ولكن بالفعل حقق بن قناص المركز الخامس في شوط الرمز المفتوح. خمس دقائق 58 ثانية 83 جزء من الثانية هو توقيت المفرة. وفر الخنجر المصرقع في هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك المفرة الفائز بالشوط الرئيسي الاول مع هذا المساء. مبارك بن حسين بن راشد بن حسين الجربوعي. تهانينا والناموس. المركز الثاني خمس دقائق 59 ثانية 17 جزءا من الثانية معرب للسيد صالح بن راشد بن صالح الدعاب المري. المركز الثالث المركز الثالث وصل شباب لجابر بن هادي بن سالم العذب المري. التوقيت الزمني كما تتابعون على الهواء مباشرة ست دقائق صافية. هناك 19 جزءا من الثانية فقط مرافقة للست دقائق. تهانينا والناموس للجميع.